شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف حضروا الورقة والقلم حلوا فزورات اليوم 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 وبالجائزة الحلوة نهنيكم وبجائزة الحلوة نهنيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم فزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف سلام عليكم وعليكم السلام عطيني قهوة ها والله وعطيني شاهي ان شاء الله وعطيني طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار روحوا ابوي هناك عند البشكار رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين وخلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا عجب يبكي المشغول في مسافر خانه في مسافر خانه شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات ما انت بمفتن علي عند الشايب خلف ها متى فتنت عليك وبعدين من قال لك كيف من قال لي تفتن علي قلت انه انا قايل تحت الشايب خلف انني قايل انه ما جاء ثمن مخلص انت قلت وقلت هذه الكلمه بعذره لسانك بعد عجب انت تو ما بايعك ما تبايع قول لك يا ما تبايع على كيفك انت ها كيف ما تبايع الرجال يوم تبغى تبايع بايعك يوم ما بغيت ما بعت ما 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 اعطي الرجال بايعه اعطي الرجال Thank you.
وحدي تراني اليوم بقى أقول الشيء مونا قول وما تراني استوت رجالت شوفوا وأبغى أكمل نص ديني وحدي أبغى أتزوج وحدي بقى أتزوج سبحان الله أبغى أتزوج ولا يود ودي أنا يا ولدي أبغاك تتزوج عسب يا ولدي أنت راس مالي واحد ولد وعندك خوات هنتين وأبغاك تجيب الأولاد ما دمنا على وجه الأرض عسب ينهمون يحبوه في وادي يا ولدي حد ينهمني يحبوه وبعدين يا ولدي ما أني ما مستفكرة بالموضوع مستفكرة من هين زماني لكنك أنت ما عاقل كذيك الأيام لكنك تو عقل إنزين وبعدين أنا حايدت لك وحدة ما أني ما حايدت لك قولي لي مين هذه وحايدت ليها ما أنها بعيدة عن ذا البيت إنزين مين اسمها نصرة بنت خالك نصرة؟ هي وما هي اللي بقولش عنها من زمان شوف وحدي هذا البنت من قاعد بيتنا هي دخلت في البيت قلبي إيه؟ يا من اني احبها وايد احبها واحد عادت خلقها خطبي لي اياها خطبي لي اياها خلنا اتزوجها ولا يهمك يا ولدي بنخطبها لكن نصرة بنت خالك عندها ابو وعندها اخ واقف يشاورهم وحدي ما اظني خالي ما يوافق ده رحتي لو تفهمتي ما حد ما يوافق وبس انا مو حقد بيكون لغوازي غوازي ما عندنا حد يوم للغوازي ما يهمك يا ولدي لغوازي حايدين من هين نجيبهن شايب خلاص هو يعطينا مسكين نعم يا حصل لسه تنديد ولا يهمك أشير أنا نعم شيرت زين وبعدين إذا طلبوا علينا ما بطلبوا مهر واجد ترى خالك وخالك أخوي أنا زين يطلب إذا طلبوا أنا ودي لهم بس يسدهم بيكون قرابين صح ومندوز حبق عزب أغراضات العروس إيه لكن هو ما أنا مستعجل أبغى أتزوجها قبل عيد شوف أي قبل عيد وحدة أبغى أتزوج ثانية ولد أنت نصر يحتاج تصير البلاد وتجلس لك كم من يوم هناك وبعدين احنا نتبعها ونزر نخطبها ما عجب هذه شغله وحده اشوفها صح هذا وصول الزواج حيث انه دارك علينا ونعرف انت سمعيني هي مو تقولي بكره بنغبش نشتري ونسيج البلاد عندهم نتفاهم مع خالي خالي وافق اسمي والدي مستعجل مستعجل وما ابغى اتزوج وحده ابغى اجيب اولاد ولا يهمك ولدي ولا يهمك ما دام انا امك ولا يهمك يا ولدي انزين انزين انت عقب خبر صاحبك مالان ايه؟ ونسير عقب ترى مالان قايل لي بكره احنا نسير العراق يا نويه ومن هناك عندنا نقبل كذا صوب الفيقين ونتفاهم مع خالي وافق خالي وامك عجبك ذاك شو؟ كسرن وعيال كسرن هاي بعد ما تزوج كذا صفت يوم ولا يهمك ولدي يوم غايته بعد الموضوع يباله نظر يلا ما انت وافقي بس وافقي موافقه احبال موافقه يلا يلا انش احسن ام عدتي وتنسي فهمت؟ ان شاء الله على امرك ايه زين انسى يردومك لمستعجل خلنا نكمل كلامي قبل ان شاء الله كمل اقول تصير تول بيت هنبيت يلا خطر هنبيت بعد بيتني ردهج بيتني خزيل قول من الصباح بعد قول لي من الصباح حتى انت بعد جالس لي هذاك البيت هذاك البيت قول بتسكت ايش هاي قطع البيت سكت اقطع حسب انا ترى قطع وحدي سكتنا تصير تول البيت زين هي ماشي وتحصل في البيت جحة شيلها حالهم ان شاء الله زين ان شاء الله سيرحين بيتهم هي ماشي شو والاغراض بس انساها الاغراض ثوكا شيل الاغراض معك بس كذا تمشي بس ان شاء الله يلا سير ان شاء الله شايب خلف مو حالك يلا اقول السلام عليكم وا تشوفون ما عندي غواتي ابوي اسمح لي عن تور ما شفتك مالك زعلان ما زعلان ما عندي غواتي ولا عندي غواتي بس بتسلموا علي تو انت زعلت جايب لك شيء مو بغيت بوصيتني بو دوك ما حالك حاله هو حاله هو هي ما يلا مش مسير سير 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 كيف حالك الحمد لله بخير اسمح لي ما عرفتك بالرجال انا اشوفك مصلب ان رجال من كذاك من ذي من هين هذا شمي والنعم واسمه خلف بعد والنعم سمية عاشت لسامي عجب خلف ما شاء الله استريح ابوي اللي اسمه خلف ايه تشوف مرة القوة ايه طالعة من جبين ايه مبين ايه مو قصدك قصدي يبين من الجسم ايه ياك ابغاك ايه اقول من هين ذي خلف شمجك عاد وحدة بيخبرك عاد من هين ابوي انت من هين انا من العراقي
العراقي والنعم والنعم. ايه زين، مهم المكانات في العراقي تحت الحصن. ولكن تعرف في العراقي تدور؟ كيف ما اعرف انا وبعدني اعرف ابوي ذي العراقي هاي، تذكرني بايام زمان كنت اشتغل هناك في الكم. يعني انت من زمان كنت تشتغل هناك في الكم؟ ايه جي من 27، جي من 27. اوه عقب قريب؟ ايه معلوم. اقول له نعم سيد بن ناصر بعد ساكن في الرمله؟ هذا انتقل تو من هناك، تو ساكن سليف. انتقل؟ اه انتقل. شاكين انتقل ما حليله. ايه ذكرتني بذي البلاد. الله الله الله، شايف خلف ظهر انك تحب بلادي واجد. كيف ما احبها يا ولدي، وانت كيف ما احبها يا الله. يا البلاد هاي ذكرتني بحصن العينين. عقب تحيد حصن العراقي؟ كيف ما حيده؟ حصن العراقي حيده، وحيده حصون بعد وحصن غيره بعد. ايه انت ما تعرفه؟ ما معقول انا ما اعرف هذه الولايه، ما معقول ما معقول. زين حصن حصن الشحشاح تندلونه تندله تعرفه؟ انا اللي ساكن هناك ذا الحصن ما حيده هين يدور. انا حيده وحد يحيده نعم. لكن هين 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 يا ملان، هذا ما في الدريز؟ سماع انت يا الله، خذ لك هين ابوي الدريز وهين ذا الحصن. يوم قلت لك ما تعرف شيء. عجب تعرف يا ملان، ذي الولايه فيها 70 قريه صدق؟ ايه مالي ما صدق؟ اي نعم هي، وفيها فلاج كثيره وكبيره، وخاصه فلج المفجور والمبعوث. عقب ايش رايك نقوم نسير يوم من الايام نزور خلف؟ اهلا وسهلا بكم في كل وقت. والله قاوي والله قاوي زين. اقول لك نوبه زين. ما تقصر جزاك الله خير. عاد انا اسير معكم. وهي تسير. اساعدكم؟ لا ما تسوي شيء، خلينا هذا بيكون عنطور سافتح الباب. سير ابوي فاطمه خحمه يصير انت اخاف انا اخش. ما تسير فطوم جلسي، ابغى سي افتح له وحدي. عقبني يومي كيس الثاني عقبني. ابوي مو تبغى على الرجال تضحك علي، ما زين كذاك. ترى ولدك خلاف بيستوي تمام. ابوي خاز ما تقدر، قول قوار بالله. فطوم بعد يبغى لي سنتين اجيب ولد، سنتين بعدني من اتزوج اجيب اولاد، ما اقدر ما اصور. بس انا بغير استر. وما تخجل مني تخجل. اكيد ما تبغى تخجل مني. قايلنك عطوه قايلنك. زين مالك مش طب دخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافيه. كيف حال شايب غلب؟ بخير. وفاضون؟ بخير. نزله عنك نزله، يتعبك هذا يتعبك. احال من هذا؟ هاتين عن شايب غلب. حالكم. شوف مساكين جيبه خلينا خليه. انزين اقول لك عن وقف الشمس دخلت قهوه. تحسنتوا. سمعتهم مخال يقول لي احسنتوا قد حسنتوا. جيتي بنتي؟ هي ما جيت. مو تبيني هبط عن الشيء؟ لا لا احسنتي. زين ابوي عقب خليه داخل المطبخ. ايه.
يا عاد صباح. الله اصبحنا اصبح الملك لله الواحد القهار. يا الله صباح الخير. يا الله يا الله ابغى هالايام تمضي. ابا اليوم عن يوم يمشي. يا الله ابا اتزوج تراني ابا اعرش مو اسوي. يا الله اسوي الحين احد غوازين المهر. هي المهر يبقى غوازي واجد احد غوازي وتشوف كم عندي من غوازي. شيء منهم تحت النخله مدفونات وشيء منهم في الجبل هني وخلايات. يا الله امبوني لازم اطمن عليهم لازم ابويا. مهر عواش مهر عواش. بتسوينون ما يصنعون ما تسوي قول. وهذاك الشايب خلف برغولة واحدة في القبر يبا يتزوج واحدة من سنين ولاده. لا حاشا ان شايب شايب وفارط. لا اله الا الله. منو بدا ابو فارط؟ يا الله حمدان وصل. ايه من ابو فارط؟ من قولي لي اسمع ايش قاعد تسولف فيه. وتقحطن اليوم خير ان شاء الله مو هناك ما حد غيره. اها من عاد ما حد غيره؟ قولي من نوبة غير شايب خلف. وما له شايب خلف؟ حمدان وصل. ايه
حد يضرب الباب. قوم قوم افتح الباب قوم هيا. سيري افتح الباب تعبان سيري. قوم فتح الباب مو فيك تعبان مو مسوي. انا بردول اقول انا بردول وانتي اخص مني. قومي شوي افتح الباب قومي. ايه فتح لا لا تصرخ. قوم على الباب اشوفك. ما اشتوي لازم اشوف صدقها. تو هذا الانسان كيف يتسوق؟ ما يستوي. كيف انا قايلة حالم يوسف انه يتزوج هي وكيف تو يطلع انه يتزوج بنته؟ لا ابدا ما يستوي. ما يوخذها يعني ما يوخذها. واشوف انا ولا هم اشوف. شواخ شواخ خير مفيد. الشايب خلف انسرق. الشايب خلف انسرق وفرحتي وغناتي. الشايب خلف هناك في البيت طايح ومع عنتور. انزين انتو ما خبرتوا العساكر؟ ما شفتوا لكم قافر يقفر المكان؟ مطرشين على معلم عيسى من مطرح انتوا على ما جي معهم مو فيه. معلم عيسى حمو صرت بعيد مو قصدي شيء. عندكم معلم وقافر زين ساكن. قصدك ساكن هنا سامرخانه؟ اي نعم. واسمه شخبوط بن محمد الهاوي. شخبوط بن محمد الهاوي؟ اي نعم. عبس انا اشوفه. ها عن سير انت. انا اسير هناك وشله بيت شايب خلف مو تقول انت مو بزين. يلا فما لاقي شخبوط بن حمد الهاوي وساكن مسافر خان وانا ما اعرفه. من قاعدين يا عمي خلف مرويس فضل ها فضل خير خلف هيك خلف بيته مو هنا خير في بيته في بيته. دول الكلام وسمعناه صحيح صدق يعني صدق صدق صحيح مو هناك. زين وماله وماله شايب خلف ما جه هنا؟ هنا ماله صدق مالو. كيف يجي هنا هو مريض حمى فيه مريض؟ ايه حمى وحليلة مساكين شعب خلف. والله ما يستاهل ما يستاهل ما يستاهل. زين فاضل مو سويته مو سويته مو سوينا الله يهداك. علامك انت علامك مستعجل علامك مستعجل. خلنا نسأل الرجال علام الرجال مو فيه من سرقه. مالك انت كذا الله يهديك دائما مخرخش. اقول فاضل تو شايب خلف هين في البيت قلت لي؟ قلنا لكم في البيت عقب هين في السكة. مريض يعني مريض؟ لا لا يترقص. ها قلت لك يا ولد الحلال ترى انا متضايق انا ما ابغى اتكلم يا فاضل. مو هذا الكلام انتم تقولوا على كتبي لا تصيح لا تلومني يا اخوي. انزين ما سويتوا شيء ما سويتوا؟ مو سوينا بعد طرشنا على معلم عيسى. انا ما اجي هاي والله معلم هذا هذا اللي بمطرح. هي عفريت 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 طلع النص بيطلعه. انا طلع انا عارف لو انا عارف تو قاني ما لام تو قبلكم بشويه وقال لي وين هنا شخبوط بن حمد كذا بن حمد بن حمد من هين من هين الهاوي ايه ايه القاهر ايه بس انا عرفته انا عرفته اي انا عرفته من هين شايف انه هناك في سوق السمك. انت كذاب. لا إيه. كذاب نعم نعم اقول انت عارفه تعرفوا هاي القاهر تعرفه؟ انا بالصراحه ما اعرفه. قال لي وين هي ساكن عندكم المسافر خانه عجب زين وانا ما عندي خبر عنه هذا. زين انت صرت له شفته؟ انا الرجال اللي انت بعد ما شفته. زين انا اقول حاجه حمدان. زين اقول مو رايك نسير انا وياك حكي شايف خلفته؟ والله زين لكن عاد انا بقوم اسير السوق شويه بشتري حله وبودي البيت وبعد ما اودي الحله البيت بطوف على خلف. زين عجب انت سير البيت وسلم على خلف. سلم قول اخوك حمدان ترى متضايق نعم وفؤاد عوره ويقول يا ريت هو مسروق عنك. كيف يسلم عليه؟ مو انت ما بتجي وامه؟ انا بجي خلاص انا بخبره. زين يلا يلا انت سير احنا. زين ابوي سلم سلم على خلف. والله والله ما يستاهل ما يستاهل. انا بلحقك يا انا بلحقك سير. انت بتجي نوبه؟ اي بس سير بس لا تصيح تمام لا حلو دوك احنا في بلية وهذا في بلية. حليل حليل الشاي
شايب خلف وحليل. يلا يلا همز عليه مالان همز عليه همز عليه يا سهمز موسى وحليلك يا شايب خلف وحليلك. من يوم ما خبرني عن دور تصدق يا مالان حتى قهوة ما رمت بي. بس 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 اقول شايب خلف ما تعرف هذا اللي منين قحم منين دخل منين قال عليكم ما اعرف منين جاني الله يصرفه. قولوا امين 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 امين. قال في الايام يا فاضل يا عنتور ويا يا مالان ويا ويا شالوم نقال في الايام لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. فاضيه فينا فاضيه محب حليلك وحليلك قضى قضى شيمس بس 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 شايب خلف بس بس معلم شخبوط مو الخبر الخبر ما يصير كيف ما يصير ما يصير لان اللص من هذا البيت من عندكم ها من هيك من عندكم مو قال من هذا البيت اللص مني انا وضعني يا الله يا كريم اقول شواق اوه عرفت اللص بو سارق الشايب خلف من بنت الحلال او انطلع اللص من نفس البيت لا 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 لا, لا ما معقول اولا فاضول ايه ولو ان ابغاه وشيطان ودهيري وحاله حاله تصقش لكن لو يحافظ على اموال الشايب خلف ما يطيع فيه صدقتي لكن... صدقتي نعم اسمعني قولي لكن عن يكون عنتور عنتور ها ها عنتور بوق انبوع يروح مسرق ها ما يروم ما يروم وانت مو عارفه انا متاكد ان عنتر ما يسرق لكن يا شيخه اللي خلاني اشك ايه كلام سالم المقهوي وبه ايه يقول ان اللي سارق طويل وفي لحيه طويل وفي لحيه مو يدخل هذا في السرقه مو ذا الكلام سرق قال نقم وطلع في تنقيم وكذا تبى الصراحه اذا صاحبك ما منقم ولا يعرف عن تنقيم شيء ابدا ايش هذا الكلام يا فاضول تعرف ان الرجال هذا هو اللي طلع ساعه رباع ابو ضايع من ضاعت من بيته زين انت ما خبرتني من هين ذي كيف ما تعرفه وهو ساكن عندكم انت بالصراحه ما اعرفه انت بس اللي خبرتني عنه هذا ولد الحلال من الشندقه شندقه من هين نوبه ذي الشندقه يا الله يا الله يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا شايب خلف إنك ما تستاهل قوم قوم اشرب شايب شايب من غير سالم من غير سالم يا شايب قوم 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 اشرب اشرب ما اشرب بالعافية إن شاء الله بالعافية استريح استريح يا شايب خلف استريح يا الله زين ما قلتني مو اسمها مو هي مو اسمها يا سالم الله يهديك تو انا حاي اسئله انا مريض تعبان رحموني شويه بسني من هالسؤالات قلنا لك ابوي الاولين يسمونها توا وفيها سوق كبير يلا انزين وتربط وتربط الباطنه بعنان الداخل يا الله انزين اقول لك من بنى حصان الخندق من؟ قلنا لك ابوي ما حد بنا مجددنا الامام عزام بن قيس يا الثور حتى وانت محمود تغلط يا شايب خلف؟ عجب قلت لي كبيره؟ نعم كبير وفي قلعه كبيره كبيره اسمها قلعه بيت بحر والقلعه هذه تدور في فلك صعره عجب هالمره بصير معك عجب زين وبنمر منك على العين بنمر عجب زين فاضل مالك مو هناك ماك شايب 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 مو في شايب طه غمران مو قلت شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم
شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم.